أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، وأهلا بضيوفنا الكرام، وإلى موضوعنا التالي. دخل الملف السوري منعطف المباحثات الروسية التركية وسط نقاش دولي مفتوح على مصراعيه حول حلول المرحلة وترقب ما سيؤول إليه مشروع القضاء على داعش، والذي لازال يراوح بين خطوات عملية ضاربة وبين إعادة تخطيط للمراحل اللاحقة وبين استعدادات أمريكية لدعم تحرير الرقة. وبدا جليا أن الصراع في سوريا أضحى متعدد الأطراف، وأن لغة المصالح المتشظية باتت هي السائدة، حتى بات اللاعبون الكبار في الأزمة يبحثون عن التقاطعات المشتركة من أجل تحقيق أي تقدم يخدم مصالحهم. دكتور سلطان، ذكر التقرير معركة، أشار إلى معركة الرقة، كيف ترى تبعاتها للحالة السورية، وكيف ترى أيضا تحدياتها الميدانية؟ أستاذ عبد الله، إحنا مشكلتنا أنه ما زال عندنا الاستعمار، موجود وأتانا بثوب جديد، هو بالانجليزي ديفايد اند رول بوليسي، يعني فرق تسد، واتى بايران كاداه في البدايه، وفشلت ايران في سوريا كما فشلت في العراق، فدخل الروس، اتى الان القوى العظمى واصبحت تتدخل في سوريا، لانه الايرانيين اصبح انكشفوا، واصبح فيه انكشاف، واصبح فيه يعني اصبحت مصالحهم تطغى على مصالح اللي كلفوهم في المهمه هذه اللي هم الغرب. هي اداه، ايران ما هي الا اداه، كما كان اول صدام حسين اداه وانتهى، والان هذا ايران اداه وبتنتهي، ايران انتهت يعني ك يعني ورقه استخدمت واصبحت محترقه. طيب دكتور، معركه الرقه، هنا أعود لسؤالي، هل تعتقد أن ستواجهها تحديات ميدانية على أرض الواقع؟ هو ستواجهها بالتأكيد، لكن من وجهة نظرك ماذا ستكون هذه التحديات؟ لأنه عندك إشكالية الآن الأتراك دخلوا في الموضوع، والأتراك يعني حزب العمال الكردستاني وحماية والوحدات حماية الشعب الكردي، والتي تمثل الجيش السوري الديمقراطي الآن اللي يسمى بهذا الاسم، ما هناك وفي تركمان وفي عرب، ضد الجيش الحر. الإشكالية يعني، والأمريكان أتوا ب 500 من المارينز ومن قوات النخبة، وش يقولون الآن؟ هم يقولون لك احنا نفصل ما بين الأتراك عشان ما يحتكون مع داعش، مع الأكراد. لا لا، ما بعد دخلنا في داعش الآن. فهم الآن يعني هذه يعني آخر الأشياء اللي اليوم أنا سمعتها، أنه اما يتفصل ما بين يعني ليس لهم اي تاثير من ناحيه يعني محاربه داعش اطلاقا، الامريكان لن يدخلوا فيها. هم اتوا بهذا لكي لا يحتك الجيش التركي بالحزب العمال او هذا، لانهم يطالبون بدوله كرديه ويطالبون بانفصال. ولا تنسى ان الرقه 90 كيلو متر جنوب الحدود التركيه. يعني دكتور، انت تشكك اذا في هالمساله هذه؟ طبعا مساله الامريكان سيبذلون يعني، لا هو بس هم قالوا ما أنا هذا هو كلامهم، يقول لك احنا نبغى نفصل ما بين يعني الجيش التركي عشان ما يحتك بوحدات سوريا الديمقراطيه هذه، SDF سيريان ديموكراتيك فورس. صحيح. طيب، فهذا هو هذا اللي عبد الله اللي حصل. فخليني اسال سعاده اللواء الدكتور شامي، الان يقول البعض ان استانا هي مقابل الجنيف، يعني هي عمليه في الحقيقه هي عمليه معادله سياسيه لما قد تثمر عن جنيف في الاجتماعات القادمة، فأستانا هي المعادل الموضوعي الذي يدعم نظام بشار الأسد، كيف ترى هذه؟ هذا صحيح. شوف، احنا لما نتابع ما يحدث في الأستانا للاجتماع الثالث، وما يحدث الآن في جنيف اللي انتهى من يومين، الرابع، وقبل أن يخلصوا من الرابع حددوا موعد للخامس. صحيح. الآن
روسيا في حالة يرثى لها، لا تستطيع أن تخرج من المأزق الذي وقعت فيه سوريا ولا تستطيع أن تبقى. هي كانت تتوقع روسيا بأن معركة حلب ستحدد الموقف وسينتهي، سينتصر القوات النظام والقوات السورية، وستبقى روسيا حققت هدفها بشيئين، قاعدة الحميم حميم وقاعدة بانياس بحرية وجوية، وترجع إلى مناطقها. لكن لم يحدث بعد دمار حلب، رجعت القوات الحرة إلى والمعارضة إلى قوتها. الآن أنت سألت سؤال عظيم جدا بالنسبة للرقة. الرقة هذه منطقة الرقة، في عندنا منبج كما تكلم الأكراد، والأمريكان هم الذي يحاولوا أن يتواجدوا فيها، والآن هم على أبواب للدخول إلى الرقة. نأتي إلى الجيش الحر وتركيا، ما يسمى في درع الفرات الآن في الباب، أيضا تحاول أن تدخل إلى الرقة وتحرر الرقة من داعش. ما هي المشكلة؟ المشكلة أن الأتراك لهم وجهة نظر، يقولوا الأكراد بصفتهم عندهم الـ SDF تعتبر ميليشيا، لا يمكن لميليشيا أن تحرر ميليشيا اللي هي داعش، لذلك الرقة لا تدخلها. وهذا اللي واقع بين الأمريكان والأتراك. من تقريبا حول أسبوع كان رؤساء الأركان موجودين في أنطاليا واجتمعوا على هذا الموضوع، كما قال الدكتور، لفك هذا. الأتراك لا يرغبون في الأكراد يدخلون، والأمريكان هم يؤيدوا الأكراد ويبغوا الأكراد يدخلوا، لأنهم هم الذين يساندوهم. وهنا تقع المشكلة في موضوع الرقة. لذلك الرقة عبارة عن يعني مشكلة عويصة جدا، انعكست على اجتماعات جنيف، وستنعكس على الأستانة اللي راح تكون بعد مدة قريبة. والسبب أن روسيا فعلا في مأزق من البقاء، وفي مأزق من الخروج من سوريا. دكتور يحيى، نتحدث عن روسيا، نتحدث عن أمريكا، نتحدث عن تركيا، تحدثنا أيضا عن إيران، الواقع العربي غائب من المعادلة. نعم، صح التعبير مجازا، فسوريا الآن هي عبارة عن رقعة شطرنج عملاقة، كثير من الفاعلين خصوصا الدوليين الآن يتدخلون. طبعا طبيعة الحال الدول العربية، نتكلم عن دول التي ليست على حدود مباشرة على سوريا، ربما أقل اهتماما بالدولة على اتصال مباشر. لكن أنا ودي أوضح شيء مهم جدا على الواقع التكتيكي على أرض المعارك. ليس هنالك نسخة واحدة أو شكل واحد من تنظيم داعش، هنالك أكثر من تنظيم داعش. كذلك هنالك نوع من المحاربين من كل أنحاء العالم يحاولون يلتحقون بداعش بدول كثيرة، سواء دول إسلامية أو غير إسلامية. حتى هنالك نوع من المرتزقة من غير المسلمين يأتي ويحارب مع داعش. فبالتالي حصر داعش في منطقة جغرافية قد لا يكون حقيقة ناجح، لأنه بطبيعة الحال نوع من الفكر الإرهابي ودعوات الناس وتجنيدهم قد تتم حتى عبر التواصل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيره. فلذلك من المهم عملية مكافحة الخطاب التجنيدي لداعش. هذا من أهم العمليات، ليست فقط على الجانب العسكري بل كذلك على جانب الإعلام الحربي. إذا صرنا إحنا نكافحه مثلا داخليا من خلال الخطاب، كيف حيكافحون أوروبا مثلا وآسيا والشيشان والدول السابقة؟ بدأت الآن حتى الولايات المتحدة لديها مراكز تتعلق بالكاونتر ناراتيف، ما يتعلق مكافحة الخطاب التجنيدي. كثير حتى من أوروبا، دول أوروبا، كثير من المتحمسين دينيا أو الناس اللي دخلوا الإسلام ولا يعرفوا شيء عن الإسلام، يوجد نوع من الحماس كبير، ويوجد آلة تجنيدية تتحرك في وسائل التواصل الاجتماعي، وبالمقابل لا يوجد نوع من مكافحة الخطاب هذا باللغة الإنجليزية. وأعتقد كذلك هنالك مسؤولية كبيرة مراكز الأبحاث والجامعات فيما يتعلق بمكافحة الخطاب التجنيدي باللغة الإنجليزية أو باللغات الأخرى من الدول التي يقدم منها المحاربون. دكتور سليمان، كيف نستطيع أن نرمم الموقف العربي من جديد بحيث يكون له دور فاعل من جديد في القضية السورية؟ أنا أتمنى يكون الوقت أسعفنا، ولكنه متأخر جدا على مستوى الأزمة السورية. لماذا؟ لأن سوريا محاطة بست دول تربطها بحدود مباشرة. نبدأها مثلا من الأردن، العراق،
تركيا لبنان إسرائيل، يعني الحمد لله ما في علاقات أو حدود مباشرة على الجغرافيا مع إيران، يعني تخيل ولو أن إيران ممثلة بحزب الله لكن تظل الأزمة اللبنانية لها تعقيداتها الخاصة فيها. ولكن الخطاب العربي للدول اللي ما تربطها بحدود مباشرة مع سوريا لها يد ولها كثير ما تقوله. كيف نقدر نعيد هذا لأن تأثيره حيمتد لنا، يعني ما إحنا ما حنسلم يعني من تأثيرات المد السلبي لتداعيات الأزمة السورية. كيف نستطيع عاتل؟ وردت كلمة في تقريركم اسمها المتشظي، يعني عجبتني بالحيل حقيقة، لأنه تعقيدات الملف السوري أبعد ما تكون على أرض الواقع. إحنا ذكرنا إسرائيل وذكرنا الأردن والعراق وتركيا ولبنان، في روسيا وفي أمريكا داخلين على مستوى الملف السوري. وحدثت مثل ما تفضل سعادة اللواء أنه قد يقصفون الروس يقصفون، لكن في ناس من يقطف ثمر معارك غيرهم من ضمنهم الأتراك. الأتراك الآن دخلوا مدينة باب وحكموها إلى حد كبير، يعني خلاص الأمريكان سووا إنزال في منبج، قوات حماية الشعب الكردي تواجدهم في عين العرب وقباني. معركة الرق أنا بس لعودة لها، إذا كان للتنظيم عاصمة في العراق تسمى الموصل وانتهت بنهاية المعركة، فعاصمتهم في سوريا هي الرقة، ولكن المتواجدين في الرقة أغلبهم منسحبين من الموصل. تظل الرقة هي عاصمة دير الزور، موقعها استراتيجي جدا وخاصة أنها متاخمة على الحدود العراقية وعلى ملتقى طرق. أنا أعتقد ميدانية ما حتكون أكثر من الموصل، وأتمنى طبعا إحنا أو الدول العربية أنها تساند في خطابها الإعلامي للمرحلة القادمة، نكتفي يعني بالخطاب الإعلامي، يعني أنا إلى حد ما أكيد طبعا لنا مشاركات، يعني هل يمكن إعادة تأثير أصدقاء سوريا من جديد؟ بلا شك، إذا كان التداعيات كلها خط رجع، وأنا ما أعتقد أنه سوريا خط، ما أعتقد إيه اللي حصل يعني والدمار اللي صار على مستوى القطر السوري كله، يعني والآن الناس يتفكرون في انقسام سوريا يعني إلى ثلاثة سوريا مثلاً أو أربعة سوريا، يعني أتمنى عكس. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود لكم.